الصنف الثاني وهو المحل الشاهد الذين يبنون المساجد على القبور، هذول شر الناس، وهم يقولون لا نحن خير الناس، هذا هو التوحيد، هذه محبة للصالحين وهذا تعظيم للصالحين، أما أنتم جفات ما تريدون الصالحين ولا توقرونهم ولا تحترمونهم، أنتم جفات خوارج وهابية هكذا يقولون. طيب تعظيم الصالحين بالبناء على القبور، تعظيم الصالحين بمحبتهم واتباعهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، هذا حق الصالحين علينا، هذا حق الصالحين علينا، أننا نحبهم إذا كانوا صالحين، نحبهم ونترضى عنهم ونقتدي بهم، وهم لا يرضون إننا نبني على قبورهم، إذا كانوا يرضون بهذا فهم غير صالحين، إنما إذا كانوا ينهون عن هذا فهم صالحون، فهم فهموا الصالحين على العكس. فالواجب أن نعرف هذا، أن نعرف أن الذين يبنون على القبور هم شرار الناس، رضوا أو سخطوا، وهم يعتبرون أنفسهم خيار الناس وأنهم يعظمون الصالحين ويحبون الصالحين وأن هذا تقدير واحترام لهم وهذا حقهم علينا إلى غير ذلك مما يقولون. والمسألة ما يبعفوية فيها مؤلفات لهم كثيرة، مؤلفات بأسماء علماء، قد يكونون علماء لكنهم علماء ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.